اطلع بقى نسمع يلا. محمد مكي نفسه قال لنا ايه. كابتن محمد مكي مدير فني لنادي حرس الحدود مع زميلي احمد عبد الملك. العوده ليك سريعا مره ثانيه. وبنشكركم ان انتم موجودين معانا في الملعب. احنا مش حاسين بوجودكم ان احنا بنلعب حاجه غير دوري ممتاز. وجود الكاميرا بتاعكم بتبقى مهمه للعيب، بتدي حافز زياده شويه للعيب، فانا بشكركم. الحمد لله ماتش صعب، بدايه مهمه جدا جدا، ماتش صعب بره ملعبنا، ترسانه في ملعبها، ماتش في منتهى الصعوبه. الحمد لله التوفيق النهارده الحمد لله كان معانا، قدرنا نجيب جون ونغطيه وجبنا الجون الثالث، والوقت اللي احنا بدانا فيه نتسيد الماتش حصل تراجع او حصل خطا، ما جا فينا جون كهرب الماتش سواء بلغه الكوره زي ما بيقولوا. لكن الحمد لله المهم ان احنا دلوقتي حصلنا على 3 بونت الحمد لله. المهم ان احنا الاول المهم ان احنا كنا موجودين في الدوره، كنا في السبق زي ما احنا، والحمد لله النهارده بنحط 3 بونت في رصيدنا. اتمنى ان شاء الله في اخر السبق اللي احنا فيه او اخر الخناقه اللي احنا فيها حرس الحدود يتوج، يبقى في الدور الممتاز، لان اللعيبه دي تستحق انها تبقى في الدور الممتاز من الماتشات الاولانيه، تستحق الظروف اللي مر بيها، ظروف كتيره جدا مش عايز اقعد احكي فيها ولا اتكلم عليها. لكن انا بشكرهم جدا 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 جدا، قبل الماتش بشكرهم وبعد الماتش بشكرهم. يمكن فرقتك معظم عناصر جديده، عناصر صغيره في السن، باستثناء طبعا عناصر خبره احمد شديد ومصطفى جمال. يعني ازاي عملت التوليفه دي في ظل ان اعتقد ان في مشاكل في القيد؟ يعني الفرقه الوحيده اللي اعتقد اللي ما دعمتش بشكل كبير فريق حرس الحدود. لا قصدك اللي ما دعمتش خالص؟ قصدك اللي ما دعمتش خالص. انا بشكرك ان انت ممكن اول حد يقول الكلام ده، لان كل الناس بتتكلم ان احنا نازلين بالفرقه بتاع الدوري الممتاز في 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 دوري المحترفين، لكن ده مش صحيح. الصحيح اللي انت قلته، اللعيبه معظمها صغيره، في 5 أو 6 لعيبه صغيرين ولسه داخلين جداد على الفرقه، كل الكلام ده كله. لكن انا بشكرهم لان هم تعبوا وهيتعبوا، وان شاء الله انا ببارك لهم من خلالك، وان شاء الله ربنا يتوج مجهودهم دوت بالصعود للدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. يعني كابتن محمد، المباراه الصعبه الجايه مباراه صعبه بالتاكيد، ديربي اسكندراني، شايف ازاي؟ كل الماتشات صعبه، ما عادش فيه مباراه سهله، كل الماتشات صعبه، وكل واحد عنده طموح وعنده امل ان هو يصعد للدور الممتاز. مش هتكلم على الماتش اللي جاي، الماتش الجاي في منتهى الصعوبه. دايما سبورتنج بيعمل معانا، لان هو كان معانا في مجموعه بحر السنين اللي فاتت، بيعمل معانا نتائج ايجابيه ومعاه مدرب محترم جدا. فخلاص احنا هنقفل الصفحه وهناخد نفس بس، بكره ناخد راحه بكره، وبعد كده نرجع نفكر في الماتش، نرجع نشوف الاول الاخطاء اللي عندنا، نحاول نشتغل عليها بشكل كويس، ونشوف هنقدر نجمع ازاي ونشتغل ازاي على الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد مكي، مليون مبروك وبالتوفيق في القادم ان شاء الله. انا اللي بشكرك، وتاني من خلالك بشكر اللعيبه على الجهد اللي عملوه، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل لنا ان شاء الله باذن الله. شكرا. اذا الزميل العزيز فتح الله الزندقة، لقاءنا مع الكابتن محمد مكي مدير فني نادي حرس الحدود، عوده واستكمال استوديو ستاد مصر، والزميل العزيز فتح الله الزندقة.